السلام عليكم، مرحبا بكم اخوان الاخوات في القناة. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشرح لكم واحد الموقع اللي غيعطيكم المواقع اللي تسجلتوا فيهم بالايميل ديالكم، يعني شحال من واحد تسجل بالايميل ديالو في عدة مواقع ونساها. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الحل. هذا الموقع هذا ديجا كاين الناس اللي كيعرفوها وكاين الناس اللي ما كيعرفوهاش. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا هاد المواقع. تقدر مثلا ديك المواقع اللي تسجلتي فيها شحال هادي ونسيتيها، تقدر تسرد ديك المواقع واحد الميساج باش ما يبقاوش انهم يستعملوا المعلومات ديالك. طبيعه الحال المواقع اللي كتسجل فيها كون على يقين ان الاغلبيه ديال المواقع كيستعملوا المعلومات الخاصه بك او لا كيبيعوها لشركات اخرى لا يحترمون خصوصياتك. اذا بلا ما نزيدو نطولوا نبداو الشرح. كنمشي لمحرك البحث ديالك كتكتب ساي ميناب مين اب، كليك سيرش، مباشره كتكليكي على الرابط الاول. ملي كتكليكي عليه كيديك مباشره لهذا الموقع. اذا هذا هو الموقع الاخوان. وجهه الموقع هي هذه سهله. هنايا كيعطيك باش تسجل ضروري، والموقع موثوق من طرف تروست بيلوت. اذا ها هما العدد ديال النجمات. إذن نحن نتسجل الإخوان بالرابط ديال الحساب ديالنا جيميل. كليكوا على سيناب ويد جيميل، ننتظروا شوية. إذن نقوموا بإدخال هذا الجيميل ديالنا، ولكن بعد غادي نقوموا بالمسح ديال الموقع. أوكي، مش كنخليو الجيميل ديالنا كلين. إذن مي تشوفوا هذه الواجهة هذه، قبل ما تضغطوا لا سماح كليكوا على هذا حساب جوجل وخليوه عندكم. بنوريكم كيفاش تعملوا باش تمسحوا هذا الموقع. دابا حنا ندخلوا لهذا الموقع باش نمسحوا المواقع اللي كيستعملوا المعلومات ديالنا، ومي غنساليو منه غادي نمسحوها هو بيدو ونمسحوها من الجيميل ديالنا. اوكي، دابا كليكي على سماح، نتسناو شي حاجه، عطينا ندخلوا بعض المعلومات. إذن اوكي، انا ديجا مسجل فيه اللي عطاني هذا الواجهه هذه. غادي يقول لكم هو يقول لكم في واحد الصفحه يقول لكم كتبوا الاسم ديالكم والاصل ديالكم وكتبوا اش من مدينه نتوما. طبيعه الحال تكتبوا المدينه اللي نتوما فيها، عاد غيتكتب لكم واحد الايكون فيها ستار، من بعد تكيو عليها يديكم مباشره لهذا الداشبورد هذه. اوكي، اذا هنايا الاخوان هو انا مات واحد السكان من قبل طلع لي 85 كومباني. اوكي، إذن 85 كومباني اللي كتستعمل معلومات ديالي، وديجا انا كنت شحال هذه دخلتهم ونسيت. إذن الطريقه باش نتعرف على هاد الشركات هادو، نكليك على سي ويش كومباني، غادي تعني هنايا ها هما كاين ابل، كاين بيبل بير اور، كاين فريبي، كريفيرسو. اوكي، هادو كامل الاخوان كنت سجلت فيهم شحال هذه ونسيت بهذا الايميل هذا. إذن حنايا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تمسحوا هاد الشركات كاملين باش ما يبقاش يستعملوا المعلومات ديالكم. اوكي، اذا نختاروا مثلا هذه، نكليكوا على ريكليم. اوكي، نجيو لهنايا، نجيو لهنايا نكليكوا على ريكليم. اوكي، هنا غنعملوا سند ريكويست، غتسرد لهم رساله باش تطلب منهم انهم صافي يعني ما بقيتيش كتستعمل هذا الموقع والمعلومات ديالك ما يبقاوش يستعملوها. اوكي، هنايا انا سرت لهم يو ار هيرو. اوكي، هنا اذا بغيتي تتبع الريكويست ديالك كتكليكي هنايا وكتشوف انا عملت ديجا واحد الريكويست ودابا هذا الريكويست الثاني. اذا هنا كتتبع. اوكي، هنايا waiting to be sent، انتظر واحد شي حاجه باش يسردوا هما الريكويست من هذا الموقع. كذلك هو مثال، تقوموا بجميع نفس العمليه، تقوموا بها جميع الشركات اللي عندكم ديجا دخلتوا لهم. مثلا كليكي على هذه، كذلك كليكي على هذه سند ريكويست. اوكي، انا ديجا مسجل عليها، كيعطيني نيشان هذه النافذه هذه وكيعطيني النافذه باش نترك. نورمالمون مي كليكي على ريكويست مثلا نجيو لهنايا، مثلا ملي كتكليكي على هادي عطيك هنايا هاد الصفحة هادي. ملي كتكليكي على ريكليم
كتكليكي عليها كيعطيك هنايا واش بغيتي تستعمل الجيميل ديالك اللي دخلتي به، كتمن له اوكي، كتكليكي على الجيميل ديالك، عاد ديك الساعات كي كيسرد لهم ميساج. اوكي دابا انا ديجا مسجل عليها كيعطيني نيشان نبدا نمسح. اذا كما كتشوفوا هذه هي الطريقه، كتبقى ماشي مع وحده وحده. اوكي كتبقى ماشي وحده وحده وكتمسح كل شيء الاخوان، ما حتى واحد ما يستعمل المعلومات ديالك، وكتبقى هاني ما كاين حتى شي واحد اللي يستعمل لك المعلومات. اذا الاخوان دابا انتم كتعرفوا هذا مجال ديال الانترنت، الانسان ما خصوش يبقى يثق بزاف، ما كاينش الثقه نهائيا. المعلومات ديالك صدقوا الخصوصيات ديالك حتى واحد ما يستعملها بدون اذن ديالك، وما كيبيع ويشري في المعلومات ديال عباد الله بدون اذن ديال الناس. اذا هذا واحد الموقع اللي يقدر يساعدك باش انك تمسح المعلومات ديالك، يعني باش ما يبقاوش يستعملوها. نمشيو مثلا هذه، انا عندي بزاف ديال المواقع هادو كاملين ان شاء الله غادي نحاول نمسحهم. هادو اصلا نسيتهم، انا شحال هادي كنت تسجلت فيهم ونسيتهم. اذا كنبقاو ماشي معهم الاخوان ضربه ضربه حتى كنمسحوا هادشي كامل. اوكي اذا هذا هو الموقع الاخوان، سايمين اب، موقع جد رائع، غادي يخلصك من الشركات كاع اللي كيستعملوا المعلومات ديالك، وغتكون مرتاح البال. اذا الاخوان وباش باش تمسح هذا التطبيق هذا اولا هذا الموقع هذا من الجيميل ديالك، كما قلنا في الاول عطينا له اوتوريزاسيون انه يستعملنا يستعمل الحساب ديالنا جيميل، يعني هو يستعمله. اذا عطينا له صلاحيه الدخول، ودابا غادي نزولوا ديك صلاحيه الدخول بما اننا مسحنا جميع الشركات اللي كيستعملوا المعلومات ديالنا. غادي ندخلوا ديك الموقع اللي كنت قلت لكم اول مره خليوه على يعني خليوه على جنب. غندخلوا نجبروا هنايا الحساب ديالنا كاين هو اسم الموقع يمكنه الدخول الى جيميل. اذا حنايا غادي نمسحوه نكليكيو عليه مباشره، وغادي نقوموا بازاله الدخول. من ازاله الدخول كليكي على حسنا. اذا كما كتشوفوا هنايا ما بقاش التطبيق، باقي غير تطبيقات اخرى اللي ديجا كنستعملها انا. اذا هذه الطريقه باش انك تلغي صلاحيه هذا الموقع بنفسه من الحساب ديالك جوجل. اوكي نتمنى تكون مفهومه، نتمنى نكون فدتكم بهذا الموقع هذا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس الرمادي، وما تنساش اي سؤال عندك دائما هون التعليق، كتب لي اي سؤال بخصوص اي موقع بغيتي نشرحه لك، بغيتي نشرح لك اي تطبيق ديال الهاتف، بغيتي اي حاجه مني، مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله.